تعال 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 خلك بهذا وخلن أسخن. تامر يا عمي، لكن وش اللي بتسخن؟ علامك أنت مريض؟ أما تدرب أبا تمرن أبا استعيد لياقتي الشعرية يا وجه الناقة. خلاص، وش تبيني أسوي؟ قم خذ هذه الستوب ووتش وحطها في يمناك واحسب كم من الوقت إلين ما هل القصيدة. طيب نبدأ؟ اي وش تقول يا عبيد ابن حسن الطباع؟ وش تقول؟ ايش يقول عبيد؟ ايش يقول؟ ايش فيك انت تتكلم روحك؟ استخفيت يا وغيد. احضر البيت في بالي وراك انت، ما تفهم. حضر حضر يا خوفي، تحضر لنا جني. الجني اللي يمسك، الجني اللي عساه يخطفك ولا عاد يرجع بك. هي لقيتها. خلوها هلها يا عمي، تحطم الرقم القياسي. اقولها والفخر لعبيد حسن الطباع. حتى ايش يا احمدي، ولا انت كلك قصور؟ سلمت ودمت يا علي يا عدمك. تعال اقعد. ايش فيك تيريرين فيني كني سخله؟ اسمع، انا اللي بعلمك، مدرس للقلطه ما في. يا معوده ايش اسوي؟ كل ما ادق على واحد يطلع لي مدرس رياضيات ويسد بوجهي. اجل في واحد يدق على العالم يقولهم علموني ايه الجنطه؟ اسمها قلطه ما هي بجنطه. حفظناها صدقيني، حفظناها نفس اسمك، بس بدل القاف والطاء. اجديت وما بغيت تفلح. اسمع، القلطه قافيه هو وزن، معنى ونقضه فتن. وليه انت قاعد تقولين قصيده ولا قاعد تسولفين؟ ليه؟ ما احنا عارفين اذا انت تقولين قصيده نقول صح لسانك، واذا قاعد تسولفين نقول والله كلامك عدل وصح وكلامك على متمه. اسمع عاد، والله بهدك وبمشي. لا 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 لا، تكفين يا طلقه، ترى ولدك زحزح هو البدوي مو انا. زين يا مللي، بيت الشعر صدر وعجز. لا والله، وياهم بطاط سلطه ايش طالع؟